اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خليني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم في هذه الفقره، النجم ياسر الشنواني. ازيك يا ياسر؟ الله يخليك يا اسلام. مبارك يا عبد الله على السلامه الاول. الله يسلمك. وحشني جدا. انت اللي وحشني جدا، واحنا طبعا عشره عمر سنين طبعا كتير يعني من اسكندريه ومن الاولمبي لغايه دلوقتي. كم سنه عشان ما نكبرش بعض. ربنا يكرمك. انا سعيد اكون معاكم، ولي الشرف ان اكون على قناه النادي الاهلي طبعا. ربنا يخليك يا ياسر. انا عايز ابدا الحقيقه بالكلام اللي لسه كنت بتكلم عنه، محمد صلاح وضعه ايه في انجلترا؟ والله ياسر عايش في انجلترا فبيقول لنا يعني محمد صلاح وضعه في انجلترا مش عارف اقول ليه، يعني كلمه ايقونه شويه عليه يعني فعلا، يعني بصراحه يعني حاجه كفايه ان انت تكون كمصري اي حد يتكلم معاك بصرف النظر بقى ان يعرف انك ليك علاقه بالكوره ولا مالكش علاقه بالكوره، لكن اول ما تقول ان انت مصري فاول حاجه يقول لك مو صلاح. فدي اول حاجه، يعني ايقونه الناس كلها بتحبه، الناس كلها بتحترمه، كل الناس سواء مشجعين ليفربول او مشجعين اي نادي في البريمير ليج. فعلا بالظبط، كلهم بصرف النظر بقى مشجع ارسنال مشجع سيتي كله بيحب حاجه صلاح. تخلي الناس تكرهه يعني؟ لا خالص، هو لعيب كويس جدا طبعا، ولعيب كويس ايه كلمه كويس دي شويه كلمه رائع جدا، الارقام اللي بيحطمها، البطولات اللي عملها مع ليفربول، الاسم اللي عمله يعني ما شاء الله عليه، عمل لنفسه اسم كبير جدا وعمل لمصر كمان كتير جدا، اسم مصر دلوقتي بيتردد دايما كل مره مع وجود صلاح، مع كل هدف بيحرزه صلاح. احنا شفنا دلوقتي صلاح دلوقتي احرز 150 هدف يعني في 5 سنين، يعني بمعدل كل سنه 30 هدف. فدي في حد ذاتها حاجه قويه جدا. كل الناس اللي بتتكلم عن صلاح سواء مشجعين سواء ليجند سواء ليفربول او كل اللعيبه العالميين بريمير ليج او على مستوى العالم، كله بيتكلم ان بيقول ان صلاح دلوقتي احسن لعيب في العالم. فدي في حد ذاتها حاجه تدعو للفخر لنفسه ولينا وكلنا كمصريين. تمام، لكن ودي شهاده انا دايما احب اتكلم عنها للجيل اللي بيسمعك طبعا وللجيل اللي شايف محمد. هل هناك فارق ما بين محمد صلاح من 5 سنوات؟ انا بتكلم في التواضع وفي لان انت دايما معايا وبتشوفه يعني. هل هناك فارق ما بين محمد من 5 سنين ودلوقتي؟ يعني في السمات الشخصيه ولا في العموم؟ السمات الشخصيه لا خالص، ما فيش تغيير خالص. هم كلهم بصراحه يعني دي الحاجه اللي بتعجبني ودايما بقولها في كل حته، ان هم كل المحترفين سواء صلاح سواء النني سواء تريزيجيه سواء حجازي لما كان موجود في ويست بروميتش، كلهم بصراحه منتهى التواضع منتهى الاخلاق. فدي اللي بتحبب الناس فيهم اكتر. يعني الجمهور الانجليزي دايما بيحب دايما يعني جمهور ذواق وفي نفس الوقت بيقدر يلمح اللي يلاقيه. مثلا يعني انا بشوف بحكم شغلي فبقابل لعيبه كتير عالميين، فبشوف الناس بيبقى رد فعلها ازاي. ده يقول لك لا ده مناخيره في السماء، ده كويس. ايوه، ما ده انا عايز اوصله للجيل ده بالظبط. لكن هم انا متهيألي ان لو في رساله نقدر نوصلها للجيل، ان فعلا من ضمن عوامل النجاح يعني من اهم عوامل النجاح هو التواضع. فهم كلهم متواضعين جدا، يمشوا في الشارع كل الناس بتحبهم، كل الناس بتتصور معاهم، بيقفوا يصوروا بياخدوا تليفونات الناس ويعملوا سيلفي. فبصراحه يعني دي حاجه تحسب ليهم، لان هم فعلا رفعوا اسم مصر، ودي بتبين كمان ان احنا ازاي كعرب كمصريين متواضعين ازاي يعني. فدي حاجه انا لسه يعني. كنت بتكلم عن تقارير من التقارير اللي موجوده في الصحف الانجليزيه كانت بتتكلم عن فارق محمد صلاح موجود او مش موجود وعقود الرعايه اللي بتحصل، هل ده حقيقي؟ طبعا حقيقي موجود صلاح. انتوا عندكم يعني في الشركه اعتقد الموضوع ده ممكن يبان اكتر يعني. بالظبط طبعا، لان صلاح دايما يعني احنا شايفين دلوقتي، هل صلاح لما جه اول ما جه يلعب في البريمير ليج تشيلسي هل هو صلاح بتاع ليفربول؟ لا. طبعا كان في مراحل في حياته، المراحل دي ان هو مشي من تشيلسي، مش هنقول ما فيش توفيق، لكن ما كانش فيه فرصه في تشيلسي، فراح على ايطاليا فورنتينا، ومن فورنتينا لروما، من روما رجع لليفربول بقى كده. صلاح اول ما جه كان انا فاكر كويس قوي ان كان رئيس ليفربول كان بيقول انا ما ادفعش 40 مليون ولا 42 مليون في لعيب مصري. فسبحان الله دلوقتي شوف مستوى صلاح عمل ازاي. لكن ده بيجي لايه؟ نتيجه لان واحد تعب واجتهد واشتغل على نفسه ووصل لدرجه الاحتراف العاليه دي، وهو وكل اللاعبين المحترفين. فتاثير صلاح في ليفربول طبعا كبير جدا، سواء بالارقام سواء بالاحصائيات اللي عملها سواء بالعائد المادي على ليفربول. فطبعا وجود صلاح لازم يعلي كل مبيعات ليفربول ويعلي الاسعار، لكن ان صلاح يمشي من ليفربول اكيد الحاجات دي هتاثر برضه. الاقرب لايه يا ياسر؟ الدنيا رايحه لفين؟ كل يوم بنسمع خبر جديد، كل يوم بنسمع ان محمد مش مكمل، محمد مكمل، اصله طالب كتير، اصله طالب قليل. لا، هو موضوع ان هو طالب كتير او طالب قليل دي يعني المفروض ان محدش يقول ان هو طالب كتير، لان صلاح اللي بيطلبه مش كتير عليه، عشان بيتكلموا على السن يعني. بالظبط، يستحق قوي. لكن هو دلوقتي احنا دايما بنقول ان ليفربول واقع ما بين نقطتين، النقطه الاولانيه ان الجمهور ضاغط عليهم جدا، لان هم الجمهور مش هيقبل ان صلاح يمشي خالص.
بالاضافه لان ليفربول النقطه الثانيه ان هم مش عايزين يوافقوا لصلاح على المبالغ اللي هو عايزها ولا مبالغ كبيره، لان هيخلوا لعيبه زي فان دايك زي ماني زي ارنولد كل فيرمينيو كله هيطلب ان هو الاسعار تبقى، فهيعلوا سقف العائد المادي. هم لو بيعملوا زي محمد ما عنديش مشكله طبعا، يعني محمد للسنه الثالثه او الرابعه التوالي هو حتى الان هو هداف الدوري بالظبط، لكن هو يستحق. لكن احنا بنقول في الاخر ايه، ان هم ليفربول مش عارفين يقرروا ايه، لكن انا شايف ان الاحسن لمحمد صلاح خلاص، محمد صلاح فاضل له شويه بس ويبقى ايه، مش شويه خلاص، يعملوا له تمثال في ليفربول. فبصراحه ان هو يكمل مع ليفربول ايه الشويه اللي فاضل له طيب عشان يعملوا له تمثال؟ مش عارف الشويه الصغيرين قوي يعني خد بطوله دوري ابطال اوروبا، خد الدوري خد بعد كام سنه طبعا، وهداف الدوري كام سنه، 4 سنين دلوقتي، لكن شويه ان هو يفضل ان شاء الله على مستوى هياخد يعني هو ياخد كاس، ما ينفعش ياخد كاس العالم مع ليفربول. خد كاس العالم مع ليفربول صحيح، كاس العالم للانديه، كاس العالم للانديه صح يعني. طب المفروض ياخد ايه تاني عشان يعملوا له تمثال؟ لكن انا شايف ان هو على نفس المستوى اللي ماشي عليه والنهج اللي هو ماشي عليه، ان شاء الله باذن الله يحقق كل اللي عايزه واللي هو طالبه من ليفربول يتحقق له ان شاء الله. الناس هناك في انجلترا بينظروا لمحمد صلاح، مصري وكل حاجه ولكن بينظروا لمحمد صلاح ازاي في ظل ان هو يعني كان اول امبارح بيلعب مباراه امام السنغال 120 دقيقه يعني في الفتره الاخيره، انا بتكلم على اخر حاجه. أيوة. بعديها بيومين كان بيلعب مباراه ليستر او بيلعب نص ساعه يعني. ما هي دي يعني نقول بنقدر نختزل كل ده في نقطه في كلمتين بس، هي دي العقليه الاحترافيه، ان واحد فعلا كان امنيته ان هو يحقق بطوله لبلده، وصل لنهائي بطوله الامم الافريقيه وخسر، لكن احنا لازم بقى العقليه الاحترافيه ان احنا ما نبقاش خلاص انا خسرت افضل بقى زعلان ومؤثر عليا، لكن الراجل رجع لشغله، هو ده الاحتراف، رجع كلوب فضل ان هو يريحه اول مباراه ولعب المباراه الثانيه وشايفين التالق ازاي، فهي دي العقليه الاحترافيه. لكن انا شايف ان الناس حتى الناس كانت يعني اغلب تعليقات صحابي يعني من انجلترا كانوا بيقولوا ان هم زعلانين، كانوا نفسهم ان صلاح ياخد البطوله نفسهم، عايزينه يفرح. حتى الناس استقبالهم ليه وغناهم ليه، اللي دايما الاغنيه بتاعت مو صلاح اللي بيغنيها لهم في الملعب غنوها له اول ما وصل، لكن هي دي العقليه الاحترافيه، ده موضوع بطوله الامم الافريقيه خلاص صفحه وانتهت، اركز بقى في شغل. بمناسبه امم افريقيا، هل كان ليفربول طلب من ساديو ماني؟ لان الموضوع ده انتشر، ما اعرفش هل حقيقي ولا لا، لان قعدت اجيب تقارير عشان اقراها ما لقيتش حاجه رسميه. موضوع الاحتفال؟ الاحتفال لا لا، طلع الموضوع ملوش اي اساس من الصحه، ملوش اي اساس من الصحه، اصل غريبه جدا عادي. هو المشكله بس ان ايه، الناس دايما بتعمل مقارنه ما بين ساديو ماني لا انا بتكلم في النقطه دي تحديدا، بقول لك لان انا يعني سمعت خبر فانا عايز اتكلم عنه بس مش قادر اتكلم عنه، فقعدت اجيب تقارير ما حدش. لا هو بعد كده اكدوا ان هو الموضوع ما كانش له اي اساس من الصحه، اكدوا في الصحف الانجليزيه ان هو لم يكن خبر صحيح. لا خبر مش خبر صحيح، امال طلع منين الخبر؟ ما هو حد ضربه بقول عشان كده، عشان الناس كلها دايما بتحب تعمل اي حاجه ما بين ساديو ماني وصلاح، دي حاجه كويس ان يقولوا ان مثلا ايه، صلاح مش بيباص لماني، ماني مش بيباص لصلاح، لكن هم علاقتهم مع بعض كويسه، والموضوع ان الخبر ان هو ما رضوش يحتفلوا عشان يعني عشان يحافظوا على نفسيه صلاح نفسيه محمد صلاح. لا لا ملهاش علاقه خالص، ملهاش اي حاجه من الصحه، ما اعتقدش، اصل دي ملهاش، محمد نفسه مش هيزعل يعني طبعا طبعا يعني حضرتك انت خدت لان لو هو لان لو كان صلاح لو احنا كنا اخدنا كاس الامم الافريقيه كان اكيد هيحتفلوا برضه بصلاح. صلاح لعيب محترف ما بيقفش عند الحاجات دي اعتقد يعني. بالظبط، هي دي العقليه الاحترافيه، ان خلاص دي حاجه انتهت، خسرت خلاص وكسبت برضه هتحتفل، لكن بعد كده هتركز في شغلك. خلينا نروح للنني، النني برضه بيتعرض دائما لمواقف صعبه جدا. مع بدايه كاس الامم الافريقيه كان هناك هجوم شديد، هو لم يكن جيد، خلينا نتكلم فنيا، هو ما كانش كويس وده طبيعي على فكره، ما بيحصل يعني. ولكن الكواليتي بتاع النني خلاه ياخد افضل لاعب في مباراتين بعد كده من افضل واهم واصعب المباريات، وبالتالي وصل للتشكيله الاحسن تشكيل في افريقيا بعد كاس الامم يعني. نعم؟ في النهايه التشكيل بتاع كاس الامم كان هو كان فيه النني. لكن خلينا نقول ان يعني يا كابتن اسلام زي ما قلت فعلا ان هي البدايه كانت ما كانتش كويسه للمنتخب كله بالظبط، وكان فعلا المنتخب والجهاز الفني يستحق ان هم الناس تنقد، لكن احنا بنتكلم في نقطه معينه، نقطه النني، ان النقد بتاع النني كان نقد لاذع جدا، كان نقد مش بناء، فكان في هجوم غير مبرر، ودي مش من كاس الامم الافريقيه لا، دي كانت من قبل كده برضه، لكن وفي ناس بعينها كانت بتهاجم النني. فاحنا كنا بنتكلم للناس دي ليه لو حد عايز ينقد يقول والله انت عندك 1 2 3 عشان يستفيد، لكن هم كانوا مجرد نقد ومجرد هجوم. لكن هو النني كل المواقف اللي تعرض لها للهجوم، لكن هو ما كانش، كان دايما يقول انا سايب كل حاجه على ربنا وبشتغل وبرد في الملعب. هو ده اللي حصل في كاس الامم الافريقيه، ان هو رد في الملعب الحمد لله، عمل مستوى رائع،
انه ان النتيجه في النهايه ان هو يكون من التشكيله الاساسيه لكاس الامم الافريقيه. الصحف الانجليزيه بتتكلم على النني ازاي في ظل ان النني في مباريات كثيره ما بيلعبهاش مع الارسنال. هو النني كل الناس بتحبه سواء جوه الملعب او بره الملعب. أوكي. حتى ارتيتا يعني راجل بيحبه جدا لان هو لعب معاه، يعني ارتيتا اول ما النني جه ارسنال كان ارتيتا يعني بيخلص كوره فهو لعب معاه وعارفه كويس جدا. حتى كان في حاجه ان اما النني راح اعاره لبشكتاش وادى اداء رائع مع بشكتاش، اما رجع كان لسه برده مش في حسابات ارتيتا، لكن مجهوده في الملعب اداؤه لعب كام مباراه وديه واحرز اهداف، قال له انت معايا ودلوقتي لما بيحتاجه بيلعبه. لكن انا شايف ان النني لعيب كويس جدا مفيد لاي مدرب حتى ده جوه الملعب، وبره الملعب يعني مش عايز اقول لك يا اسلام يعني النني ده الناس بتحبه قد ايه. في ارسنال من اصغر واحد لاكبر واحد. ليه؟ لان هو شخصيه جميله جدا، دايما يعني بيبس الروح الايجابيه مع الناس، دايما بيهزر بيضحك. سواء موضوع عدم لعبه ده يعني انا سمعته برضو مع ميدو الحقيقه في الانترفيو اللي عمله، كان بيتكلم على اوضه اللبس ان هو له دور كبير. هل بالفعل كله بيتكلم، كل المدربين بيتكلموا، حتى المدرب اكتر المدرب انني ما لعبش معاه ايمري كان بيحبه جدا. حتى كان بيقعد يعني في البريمير ليج لما يكون حد عايز يتكلم مع المدرب بياخد معاه ميعاد ان هو يقعد يتكلم معاه. ايمري هو اللي كان بيطلب من النني ان يقعد يتكلم معاه ويقول له انت ماشي يعني في معناه ان انت ماشي معايا كويس وان شاء الله هيكون ليك دور معايا، بس ساعات ما كانش بيلعبه. لكن هو النني يعني بخصوص اوضه اللبس ده فحاجه اساسيه، بالاضافه لان هو لما بيشارك مع ارسنال بيأدي اداء كويس. النني شخصيه جميله جدا يعني من احب الناس لقلبي، هو وتريزيجيه كمان يعني طبعا هنتكلم. تريزيجيه ده اصلا قصه ثانيه بالنسبه لنا كمان كاهلاويه، قصه ثانيه تريزيجيه. لكن نرجع لمحمد صلاح، بالنسبه للشركه عندكم هو اعتقد ان صلاح اعلى مبيعات. اعلى مبيعات، انا يعني انا بقى راجل شغال وعارف الحاجات دي كلها، ان فعلا اعلى مبيعات برنت على التيشيرت بتاع ليفربول هو محمد صلاح. طبعا 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 ده اعلى حاجه، اعلى حاجه. يعني مثلا في ناس بتطلب ساديو ماني، في ناس بتطلب فان دايك، في ناس بتطلب ارنولد اليسون، لكن هو صلاح هو اعلى حاجه. على فرق كبير ولا فرق كبير جدا؟ فرق كبير جدا، فرق كبير جدا. يعني لو احنا بنبيع مثلا ليفربول 100 تيشيرت مثلا 100 تيشيرت هتلاقي مثلا انهم 60 لصلاح. ياه فعلا، وال40 يعني موزعين على بقيه اللاعبين، على بقيه اللاعبين. ان صلاح يعني حتى احنا لما بنيجي نعرض ان احنا يعني بنعرف الناس ان في برنت ان احنا بنطبع ده، فبنحط تيشيرت وعليه مو صلاح. بس عشان الناس تخش تعمل على طول. ده كلام كويس جدا. اصل ده مهم للناس طبعًا تعرف طبعًا طبعًا قيمه محمد صلاح اقتصاديا قبل ما يكون فنيا طبعا. دي فنيا طبعا هنتكلم فيها، لكن اقتصاديا ما بتبقاش الناس متخيله ان الوضع كده. لا لا لا، ده يعني اكتر من الناس تتخيله، لان صلاح دلوقتي وضعه حاجه تانية خالص. لصلاح لو ما كانش وصل للدرجه دي ما كانش هيطلب المبلغ ده، لان هو بيطلب المبلغ ده عن حق، لان راجل ادى عمل ارقام، حقق نتائج كتيره جدا، حقق بطولات، فمن حقه فيوصل للدرجه دي. وكون ان هو يوصل ان هو يبقى رقم واحد في المبيعات فدي في حد ذاتها نجاح برضه كبير جدا. طبعا طبعا. تريزيجيه الحقيقه قبل اصابته بالصليبي كان له دور كبير جدا مع استون فيلا لغايه لما المدرب اتغير، كان سبب ان استون فيلا يقعد في الدوري، يقعد في الدوري الموسم اللي فات، وناس حبته بالزبط. جدا وكنا متابعين، وكان الحقيقه ابتدى مستواه، لكن طبعا الاصابه دي قدريه يعني طبعًا. حاجه طبعا. رجع الحقيقه مع اصرار كارلوس كيروش ان هو يكون متواجد، قلنا كلنا ان هو هيرجع استون فيلا، ايه اللي حصل؟ والله انا خلينا اتكلم عن تريزيجيه بس بالناس اللي انا بحبها جدا وشخصيه جميله جدا. لكن تريزيجيه عنده ميزه كويسه جدا وعند النني برضه، ان هو راجل حاطط قدامه هدف. يعني مثلا ان كون ان انت تكون متالق وتكون سبب ان فرقتك تقعد في البريمير ليج اقوى دوري في العالم، فدي في حد ذاتها حاجه كويسه جدا. وبعدين مره واحده يجي لك اصابه ممكن تخلص نفسيا على اي حد، ممكن تاثر نفسيا على اي حد، لكن هو ان هو يحصل له الاصابه دي وان يبقى عنده الاصرار ان هو يرجع، ويرجع حتى لما رجع بعد 7 أو 8 شهور مع في اول مباراه في نيجيريا، ان كان وضع برضه صعب، ان اول مباراه في كاس الامم ضد فريق مش ضعيف، فريق زي نيجيريا، فكانت صعبه. لكن الحمد لله شفنا ان هو مستواه بدا يتقدم من مباراه لمباراه لمباراه، وادى اداء رائع واحرز هدف. وبعد كده حصل ان هو استون فيلا طبعا لازم يواجهوا حاجات، اما حد يتصاب. استون فيلا مع ستيفن جيرارد مختلف عن المدير الفني السابق، اكيد مختلف. وبعدين الفتره اللي جه فيها ستيفن جيرارد كان تريزيجيه مصاب، فطبعا حضرتك عارف ان اي حد يكون جاي مدرب جديد كله بيموت نفسه عشان يثبت المدرب، وده لسه راجع من اصابه، بالاضافه لان هم جابوا صفقات جديده على راسهم كوتينيو تالق،
فدي في حد ذاتها. فانا شايف ان تريزيجيه ان هو ان يروح اعاره لتركيا أفضل. فدي في حد ذاتها حاجه كويسه جدا ليه بالنسبه لان هو كان مستريح. انا اتكلمت معاه كان مبسوط بالظبط يعني هيلعب كتير هيلعب كتير. ودينا شفنا التالق بتاعه جاب هدفين اخر مباراه ففي حد ذاتها دي حاجه كويسه جدا. حجازي برضو قبل ما يروح اتحاد جده يعني انا كنت سامع ان هو ما كانش عايز يقدم على هذه الخطوه لغايه لما راح اتحاد جده وشاف منظومه احترافيه جيده. انا عارف لان انا كنت بلعب في اتحاد جده فعارف. لكن طبعا فارق ما بين انجلترا والسعوديه او انجلترا واي بلد عربي طبعا كان في فرق كبير جدا. لكن انا شايف ان حجازي حتى لما مشي من ويست بروميتش وراح اتحاد جده تالق مع اتحاد جده بقى قائد فعلا. لان حجازي من الحاجات اللي تميزه ان هو عنده دور القياده كويس جدا بصراحه سواء مع منتخب مصر سواء في اي فرقه بيلعب. حتى في ويست بروميتش لما لعب لو تشوف ارقام حجازي من اكثر اللعيبه اللي لعبت على مستوى الدوري. يعني في موسم كان حجازي لعب كل اولموست كل مباراه يمكن غاب مباراه واحده بس فدي في حد ذاتها نجاح ليه. وانتقاله لاتحاد جده يعني كل الناس كانت بتقول ازاي واحد يمشي في البريمير ليج ويروح الدوري السعودي. لكن انا شايف انه في اتحاد جده متالق جدا رغم ان الدوري السعودي دوري قوي جدا طبعا دوري قوي جدا وبعدين احرز اهداف كتير وبيمارس برده دور القياده بتاعته. فدي في حد ذاتها نجاح الحجازي ونتمنى ان شاء الله حافظ على مكانه في المنتخب ان شاء الله يرجع من الاصابه دي بالسلامه. ان شاء الله اصابه كبيره شويه فتره طويله يعني من 4 شهور 5 شهور لان اخر التقارير قالت ان هو مش هيقدر يلحق المباراتين بتوع السنغال. انا سمعت ان هو جاي رجع في مايو هيرجع في مايو يعني يا رب ان شاء الله يرجع بالسلامه. وان شاء الله طبعا حجازي يعني مهم جدا جدا طبعا. جدا لمنتخب مصر سواء دور قيادي او سواء الاداء يعني. اللعيبه المصريين اللي موجودين في انجلترا بيتقابلوا مع بعض على طول ولا على حسب؟ على طول على طول على طول بنشوفهم دايما على طول على طول يعني بنشوفهم دايما متقابل دايما يعني. حتى كان على سبيل المثال كنا في السنه اللي فاتت كان في مباراه في نهائي كاس الدرع الخيريه كانت ما بين ارسنال وليفربول. فكنت كنا في البيت عند النني انا وحجازي وتريزيجيه والاستاذ علاء نظمي ومستنيين ان هم يجوا صلاح والنني ان هم يجوا عشان فهم. المباراه انتهت بفوز ارسنال بضربات الترجيح. صلاح ما جاش طبعا وصلاح ما جاش لكن احنا بعد كده هو جه النني وخرجنا مع بعض وتاني يوم برده خرجنا مع بعض. فكلهم هم علاقتهم ببعض كويسه جدا وانا شايف ان دي في حد ذاتها نجاح ليهم لان هم بيخافوا على بعض دايما بيتكلموا مع بعض دايما بياخدوا راي بعض فدي في حد ذاتها حاجه كويسه جدا. محمد صلاح القائد هناك زي ما هو القائد في المنتخب. محمد صلاح قائد في كل مكان لكن انا شايف ان هم بيكملوا بعض دايما دايما بيكملوا بعض. انا شايف ان هم كلهم بيثقوا في بعض بيثقوا في اراء بعض دايما بيسالوا بعض فدي في حد ذاتها حاجه كويسه جدا انك تكون بصرف النظر ان هم محترفين في البريمير ليج او نجوم لكن مهما كان دي غربه برضو. فكل ان هم مرتبطين ببعض وبياخدوا اراء بعض فدي حد ذاتها حاجه كويسه جدا. المنافسه هناك ما بتخليهمش يبقوا بعيد عن بعض شويه بمعنى ارسنال وليفربول منافسه قويه جدا. طبعا منافسه طبعا جوه الملعب لكن بعد كده خلاص لان هم مش زعلوا من بعض. لكن في مباراه كانت ما بين انا فاكر كويس جدا ان كان ما بين استون فيلا وارسنال فارسنال وكان هم بعد المباراه جايين المنتخب فارسنال استون فيلا كسب ارسنال على ما اعتقد 3-5 لا كان 3-1 لا ده 7 ده كان مع ليفربول كسب ارسنال 3-1 ف تريزيجيه بيقول لي بعد المباراه بيقول لي النني مش عايز يسلم عليا بعد المباراه بيضحك يعني ثم بعد كده رجعوا مع بعض والمنتخب قال لي انا راكب الطياره مش عايز يتكلم معايا بس بهزار يعني لكن هم علاقتهم ببعض كويسه جدا يعني. هو كان تريزيجيه الحقيقه من المواقف اللي انا ما انساهالوش يعني لما جه هنا وكلمته قلت له عايزك تطلع معانا قال لك انا يعني انا فاكر كانت حلقه جميله جدا قال لك انا كنت بحلم ان انا اطلع في قناه الاهلي وبتلع انا حاجي وما خدش اي مقابل مادي على ظهوره وانت عارف يعني هو تريزيجيه شخصيه جميله جدا جدا من يعني من حب الناس حبا واحتراما في النادي الاهلي طبعا يعني وجمهوره طبعا 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 يعني هم بصراحه تريزيجيه بيحب النادي الاهلي جدا طبعا وطبعا شرف لاي حد ان يطلع في قناه النادي الاهلي وانا اتشرف ان انا اكون موجود في قناه النادي الاهلي طبعا. لكن تريزيجيه شخصيه مش عارف اقول عليه ايه يعني شخصيه جميله شخصية جداً, جدا 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 ويستاهل هو والنني وصلاح وحجازي وكوكا وكوكا برضو من ابناء النادي الاهلي كل الناس دي بصراحه يستاهلوا كل الخير بصراحه. هنرجع نتكلم اكتر عن بقيه المحترفين اللي موجودين في الخير وناخد راي كابتن ياسر ولكن نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل نرجع نكمل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. ياسر برضو عايزين نسالك عن كوكا مثلا واحد من ابناء النادي الاهلي بالفعل وكان
كان له دور في الانديه اليونانيه، ما راحش كتير الانديه الانجليزيه او ما راحش خالص انديه انجليزيه، كان برتغاليه ويونانيه فقط. والله هو كوكا لعيب كويس جدا، لكن وهداف الدوري التركي دلوقتي، واحد من هدافين الدوري التركي، بيلعب في كونياسبور ومتالق معاهم ما شاء الله. كوكا لعيب كويس جدا برضه، من الناس اللي انا شايف ان الناس ما بتعملهاش سبورت، الناس كانت بتهاجمه برضه زي ما كانوا بيهاجموا النني من غير سبب، فمش عارف ليه يعني. لكن دلوقتي احنا شايفين ان كوكا حقق انجاز برضه صعب ان يدخل نادي المئة وهو بيلعب في اوروبا، في حد ذاتها حاجه كويسه، بصرف النظر بقى ان الناس تقعد تتكلم تقول اصل كان بيلعب في هو هو بيني وبينك بيبقى عنده مشاكل لما بيجي مع المنتخب، يعني ممكن ما بنشوفش دوره كويس، ممكن ما يكونش موفق مثلا في المنتخب لكن برضه في اللعيب دايما بيبقى فيه الكيرف بتاعه، ممكن يطلع وينزل، ممكن يبقى موفق وممكن مش موفق. لكن انا شايف ان كوكا دلوقتي كون ان هو يوصل نادي المئة دي في حاجه كويسه جدا، كان مؤدي اداء رائع مع اولمبياكوس اليوناني، وده نادي مش سهل في اليونان يعني، حاجه قويه جدا وجماهيره يعني صعبه جدا، من الصعب ان اي حد يثبت وجوده في نادي اولمبياكوس، لكن هو ادى اداء كويس جدا، ودلوقتي مع كونياسبور ما شاء الله عامل شغل جامد جدا عامل شغل كويس جدا، وانا شايف ان دي ممكن تكون دفع ليه كون ان هو يوصل لنادي المئة، رغم ان في ناس برضو قللت من ان هو يوصل لنادي المئة، وده مش عارف ليه يعني، واحد حقق انجاز فاحنا المفروض ان احنا بالعكس نقف في ظهره، بالظبط نقف في ظهره ونكون فخورين بيه. لكن هو ما شاء الله ماشي كويس جدا، وماشي مع كونياسبور كويس جدا، هو احد ابناء النادي الاهلي برضو، وان شاء الله باذن الله نتمنى في الفتره الجايه يكون احسن واحسن، عشان ممكن ان شاء الله باذن الله لو في فرصه ان هو يرجع منتخب مصر، واتمنى ان شاء الله يكون في توفيق. الناس كلها بتسال عن علاقه كوكا بمحمد صلاح، علاقه اسريه، صداقه غير طبيعيه يعني، هو وصلاح او كوكا وصلاح، وكوكا وصلاح وتريزيجيه دايما بيتكلموا عن العلاقه دي، والنني هم كلهم علاقاتهم النني طبعا زي طبعا زي ما احنا قلنا في الاول ان هم علاقاتهم طبعا كويسه جدا، بس النني عشان محمد مثلا مفهومه للناس ان هم طول عمرهم مع بعض لكن هي بس احنا خلينا نقول ان علاقتهم ببعض كلها قويه، لكن في حاجات بتحصل زي مثلا زي يعني زي ما انت كنت لعيب كبير وعارف ان انت بيبقى مثلا في لعيبه اصحابك، لكن في حد بيبقى مقرب ليك يعني مثلا يبقى في معسكر ولا حاجه يعني بتفضل ان انت تبقى انتوا الاثنين مع بعض، فهو ده كان بيحصل مع كوكا وصلاح، مع صلاح وتريزيجيه دايما بيسافروا مع بعض، انني دايما يعني لما بنشوف مثلا في بيجوا مثلا بطياره خاصه تريزيجيه وصلاح دايما، انني دايما ممكن يبقى معاهم يعني، الحاجات دي بتحصل بالاتفاق مع الانديه بينهم وبعض ومع منتخب مصر، لكن انني دايما عشان بيبقى نفسه ان هو يقعد ان شاء الله ساعه زياده في مصر، فيقول لهم مثلا تكون الطياره ممكن تكون بكره مثلا الفجر، فهو يقول لا انا هاخد الطياره بتاعت بالليل عشان يستفاد بالساعات دي. فهو بس هم علاقتهم ببعض كلها كويسه، رغم ان الناس بتتكلم عن علاقه ما بين صلاح وتريزيجيه، علاقه ما بين صلاح وكوكا، لكن هم علاقتهم ببعض كلها كويسه جدا يعني. الحقيقه علاقات جيده جدا، ودائما المصريين بيقفوا في ظهر بعض. انا عايز بس اقول انه ده الخبر ده معايا ومن بدري الحقيقه، عايز اقوله خبر هقول لحضراتكم على خبر بينفرد بيه البيت الكبير يعني. التشكيل الجديد للجنه الحكام، التشكيل الكامل للجنه كله قرب اسمين ثلاث اسماء، لكن انا هقول لحضراتكم او هعرض لحضراتكم التشكيل الكامل للجنه الحكام بادارتها والهيكل الجديد بعاملينه ازاي، كل حاجه فيما يخص هذا الامر. كابتن عصام عبد الفتاح رئيسا للجنه الحكام. بالنسبه للاداره الفنيه كابتن تامر دري، كابتن حمدي فتحي، كابتن فهيم عمر، كابتن ايمن دجيش، كابتن محمد فاروق. دي بالنسبه للاداره الفنيه. كابتن محمد عبد القادر بالنسبه للكره الشاطئيه، والكابتن محمد ابو خاطر لياقه بدنيه. التشكيل الجديد للجنة الحكام بالنسبة لإدارة الفار، كابتن سيد مراد، كابتن مجدي رزق، كابتن مهند دبا، كابتن هشام صلاح. طيب أما إدارة التحكيم، إدارة التحكيم غير الإدارة الفنية، إدارة التحكيم اللي هي الخاصة بالأمور الإدارية والشؤون الإدارية الخاصة والمالية بلجنة الحكام، كابتن أحمد أبو العلا، الكابتن جيمس حنا، كابتن احمد فاروق، كابتن شادي شفعي، كابتن وائل مصطفى، كابتن توني عثمان. ده التشكيل الكامل للجنه الحكام المصريه الجديده اللي عرضه كابتن عصام عبد الفتاح النهارده في اجتماعه مع مجلس اداره اتحاد كره القدم المصري، وتمت الموافقه على هذه اللجنه. اذا
هذه اللجنه هي اللي هتدير اتحاد كره او لجنه الحكام هي دي اللي هتدير الحكام خلال الفتره القادمه. ولازم نفرق ما بين اللجنه الفنيه اللي فيها كابتن تامر دوري وكابتن فهيم وكابتن ايمن دجيش وكابتن فاروق واللجنه الاداريه اللي بتدير من الناحيه الماليه ومن ناحيه الامور الاداريه غير اداره الفار. اتمنى الحقيقه الشكل اللي احنا شايفينه ده يا ياسر هيكل حلو، هيكل شكله، لا معلش عشان الحاجات دي اول مره نشوفها، لكن الشكل ده احنا شايفينه شكل كويس جدا يليق الحقيقه بالتحكيم المصري. نتمنى ان يكون هناك تطبيق بقى لشكل للحكام خلال الفتره اللي جايه يليق باسم الدوري المصري. هو طبعا شكل كويس جدا، لكن احنا اللي يهمنا بقى الفعل بالظبط، برافو عليك. فاذا كان الشكل كويس فاحنا نتمنى يكون الاداء كويس، وانا ما اعتقدش ان اي حد له علاقه بالكوره في مصر او في اي حته في العالم مش عايز غير النجاح. فلو انت كحكم بتديني حقي وبتحكم بطريقه صحيحه بما يناسب القانون وكل حاجه واللوائح، فدي في حد ذاتها هيبقى نجاح. فاحنا زي ما احنا شايفين ان شكل كويس، فاتمنى ان شاء الله باذن الله يكون اداء كويس يرضي جميع الاطراف بالحق. الله ينور عليك، بالعداله. هذا هو بالعدالة دايما المطلوب. انا دايما اقول كلمه هنا في البيت الكبير، اقول لهم يا جماعه من فضلكم ادونا حقنا، ولو النادي الاهلي عليه ركله جزاء او عليه ضرب جزاء احسب بالظبط بالظبط ضرب جزاء، لو حسبتها ضد النادي الاهلي وواحد شنكل واحد زي ما بيقولوا وشنكله للنادي الاهلي، احسب بقى ركله الجزاء للنادي الاهلي، مش تحسبها ضد الاهلي ومع الاهلي لا، او تروح تشوف في الفار. الواحد بيشوف حاجات غريبه. ما هي لجنه حكام، يعني حكم، يعني احنا مش عايزين حاجه من الحكم غير العداله. انت لو بتعدل معايا في كل حاجه فانا اكيد هتقبلها وغيري برضه هتقبلها، لكن لما يكون في اي حاجه فيها شك فهتخليني حتى لو حسبت حاجه هي كانت طيب فعلا حقيقه فهيبقى فيها شك برضه. طيب ده طبعا طاقم التحكيم لمباراة النادي الأهلي ومباراة مصر المقصة في الجولة العاشرة، إن شاء الله هيبقى يوم الثلاثاء غدا، يعني في تمام الساعة الثامنة يوم 22 فبراير 2022. الأهلي والمقصة طبعا في استاد الأهلي والسلام. كابتن عبد العزيز السيد هو حكما للساحة، كابتن سمير جمال، كابتن شهاب راشد، اثنين حكام مساعدين، كابتن أحمد جمال حكما رابعا. كابتن حكم الفيديو كابتن محمد معروف، وكابتن محمد محمود لطفي حكم مساعد لتقنية الفار. إذا ده طاقم التحكيم اللي هيحكم مباراة النادي الأهلي ونادي مصر المقصة في الجولة العاشرة في استاد الأهلي والسلام. إن شاء الله هذه المباراة ستقام في تمام الساعة الثامنة غدا إن شاء الله. في النهاية ياسر قبل ما أشكرك الحقيقة عايز أسألك عن شايف مستوى النادي الأهلي و مستوى النادي الاهلي كمان في البطوله في بطوله كاس العالم للانديه. شفنا واحد زي توماس توخيل بيتكلم عن ان مستوى جيد للنادي طبعا الاهلي، وشفناه راح يسلم على بيتسو موسيماني الحقيقه في لقطه رائعه، قليل لما بنشوف الحاجات دي على فكره طبعا بتحصل طبعا طبعا. شفنا نجولو كانتي عايز يتصور مع اليو ديانج. خلينا نتكلم بس ان اللي حصل بالنسبه للنادي الاهلي يعد نجاح باهر بصراحه. أوكي. يعني ان يكون رايح فرقه رايح خسران لعيبه كتير جدا بسبب اصاباتهم في كاس الامم 14 لعيب الافريقيه، طب 14 لعيب فدي حاجه مش شويه. فكون ان يبقى عندك مدرب يقدر زي ما احنا بنقول بلغه الكوره عنده القماشه اللي يقدر يعمل منها حاجه، فدي في حد ذاتها يعني زي ما نقول نرفع قبعه لموسيماني ان هو عمل اداء في كاس العالم للانديه وان يحصل على البرونزيه للمره الثانيه، فدي في حد ذاتها حاجه كويسه جدا. انا دايما بقول حاجه ان بشوف ان موسيماني هو النسخه الافريقيه ليورجن كلوب. احنا ما بنتكلمش بقى عن الناحيه الفنيه، يورجن كلوب طبعا ما حدش يتكلم عن الناحيه الفنيه طبعا، موسيماني برضو الناحيه الفنيه، لكن هو عنده الناحيه النفسيه ومعامله اللعيبه، بتشوفه ازاي بيحضن صلاح، بيتكلم مع صلاح، بيتكلم مع فيرمينيو، بيتكلم مع ماني ازاي، فدي في حد ذاتها نجاح المدرب نجاحه من الناحيه النفسيه مع اللعيبه. فالنجاح ان هو يحصل كده يعامل اللعيبه نفسيا كده، وان هو يوصل ان هو يحقق البرونزيه للمره الثانيه، فدي في حد ذاتها حاجه نجاح كبير جدا. وشايف ان اداء النادي الاهلي برضو كل ده كل حاجه بيتبعها حاجه نجاح، النجاح بيتبعه نجاح، النجاح اللي حصل في كاس العالم للانديه رغم ان النادي الاهلي اخذ البرونزيه، لكن ان هو يحقق الفوز على الهلال فكانت حاجه قويه جدا وحاجه يعني سمعت جدا في كل العالم، مش في مصر بس ولا في الدول العربيه بس. لان انت بتلاعب فرقه يعتبر زعيم قاره اسيا طبعا، وعلى مستوى الدول العربيه طبعا فريق قوي جدا، فده نجاح.
وانا شايف ان النجاح ده هيتبعه نجاح في الدوري ان شاء الله. النادي الاولمبي اخباره ايه؟ ماشيين اول هو دلوقتي؟ والله ماشيين اول فرق كويس. نقطه او ثلاث نقاط عن حرس الحدود. طب احنا بنتكلم من النادي عشان احنا ابتدينا مع بعض في النادي الاولمبي. بس يا جماعه بس عشان تعرفوا اسلام صغير اصغر مني انا انا اكبر سنا يعني لكن هو ماشي كويس ونتمنى ان كل الانديه اللي ليها تاريخ عريق في الدوري المصري ترجع. ده الشعبيه الاولمبي ده ثاني اقدم نادي في مصر بعد سكه 1905 فدي في حد ذاتها يعني المفروض دي تبقى طبعا اخذ الدوري وطلع لعيبه كتير جدا لمنتخب مصر. فاتمنى ان النادي الاولمبي زي ما هو ماشي كده اول يفضل اول وان شاء الله نشوفه تاني في الدوري الممتاز ان شاء الله. السنه دي الاولمبي يطلع والسنه اللي بعدها يطلع حرس الحدود لان انا بحب الاثنين طبعا لعبت الفريقين. الاولمبي بالنسبه لي هو اللي يطلع ان شاء الله وبعد كده يطلع حرس الحدود ان شاء الله في الدوري ويثري الدوري المصري مره ثانيه بانديه كبيره وشعبيه زي النادي الاولمبي المصري ونادي حرس الحدود. انا بشكرك جدا يا ياسر شرفتنا ونورتنا. انا عارف ان انت عندك طياره بكره بدري الساعه 9 لكن انا بشكرك جدا على وجودك معانا والحقيقه اتبسطنا جدا بوجودك معانا النهارده والناس اتبسطت جدا. انا ليا شرف ان اكون موجود على قناه النادي الاهلي وليا شرف اكون معاك يا اسلام والله وسعيد جدا وان شاء الله باذن الله راجع لندن بكره بس ان شاء الله اتمنى ان احنا نتقابل تاني لما ارجع مصر اول ما ترجع ان شاء الله. ان شاء الله شكرا شاء الله. جزيلا للنجم ياسر الشنواني. هنطلع فاصل وبعد هذا الفاصل زي ما قلت لحضراتكم هنتكلم في امور هامه جدا تخص كره القدم ومباراه النادي الاهلي ونادي مصر المقاصه. ايمن جلبرتو وأحمد الحنفي هيكونوا معانا هنتكلم فنيا بقى وإحصاءات وأرقام ومقصة بيلعب إزاي بكرة موسيماني هيلعب إزاي وأمور أخرى فنية كثيرة جدا ولكن نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هيكون معانا أيمن جلبرتو وأحمد الحنفي.